صفة الاغتسال. يتطلب بنيتا الاغتسال على صفتين. صفة كاملة مستحبة. اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ماذا يصنع؟ من عند أول شيء يغسل الفرجين القبل والدبر. ينوي بقلبه. يسمي. بسم الله. يغسل الكفين. يتمضمض يستنشق يستنثر. يغسل الوجه مع اللحية. يغسل اليد اليمنى مع المرفقين واليسرى كذلك. ثم يغسل الرأس يروي بالماء مع الأذنين. ثم يغسل الشق الأيمن كاملا. ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. ثم يغسل الرجل اليمنى. ثم يغسل الرجل اليسرى. ويخرج بهذا يصلي. الصفة الثانية صفة سهلة مجزئة. ينوي بقلبه. يسمي. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. ثم يخرج بهذا يصلي لا يحتاج أن يتوضأ. ينوي بقلبه. نعيد مرة أخرى. يسمي. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. موجبات الغسل، متى يجب علينا الاغتسال؟ من يعرف؟ نعم، الأول إسلام الكافر. الكافر إذا أسلم لابد يغتسل. موت غير الشهيد، أي إنسان يموت لابد يغسل إلا الشهيد. نعم، وخروج المني سواء من مستيقظ أو من نائم. مني يبالغ سبب نجس سواطا أو بالجماع. بعد الجماع لابد يغتسل. والمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس لابد تغتسل. سيتم كذلك تتبعلت كورا ويم ولدات النفاسات دم تطهر. نعم.